قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ تدبروا معي. طيب يا إبراهيم عليه السلام، الرزق وجاءك، والغلام العليم الذي انتظرته طويلا بشرت به، لماذا تستفسر أكثر؟ حتى لا يكون الإنسان ولو نبي منشغل فقط فيما يرزقه الله سبحانه وتعالى. تدبروا في هذه اللفتة العظيمة، رزقك الله وسعدت بذلك الرزق، انتهى الموضوع؟ لا، أنت ما خلقت فقط لأجل الرزق، الرزق وسيلة. من هنا التفت إبراهيم عليه السلام.